انتبه الآن مع التصحيح. مثل ماذا قلنا؟ قلنا ألون، انتبه جيدا، ألون باللون، بأي لون؟ أزرق. جيد، ألون باللون الأزرق. ماذا ألون؟ أشياء على يمين الطفل وعلى يمين الطفلة. انتبه جيدا. إذن الأزرق باللون الأزرق، الأزرق لا نتكلم، له علاقة باليمين. الأزرق له علاقة باليمين. انتبه، شو أتكلم؟ إذا الأزرق له علاقة باليمين. الآن من يأتي إلى هنا ويقف مثل وقوف الطفلة؟ تعال ياسر، تعال بسرعة، قف مثل ما تقف الطفلة. جيد، أين يمينك؟ أين يمينك؟ يمينك انت، انت اليمين تاعك ورا، أين اليمين تاعك؟ هذا؟ لا هذاك يسار، هذا يسار، هذا يمين، ورا اليمين. باش تاكل انت، باش تاكل بما تاكل باليسار، باليسار. الملعقة كيدير في الملعقة هذيك، هذيك. يلا عود عود عود. نعم، أين يمينك أنت؟ أين يمينك؟ اليمين تاعك، جيد، ارفعها مليح، ارفع اليد اليمنى، جيد. إذا أنت تقف مثل الطفلة، هي تقف، ماذا نرى في الطفلة؟ ماذا نرى؟ ماذا نرى؟ ماذا نرى في الطفلة؟ هل هي مقابلة لنا؟ لا. إذا نرى خلفها، نرى الخلف، هل نرى الأمام؟ لا. نرى خلفها، يعني هي تكون، إحنا كي نقابلوها، كي نقابلوها، نشوفوا كيما هي، احنا رانا قابلين هذه، رانا كيما هي مباشرة كيما هي، كي نشوفوا فيها عندما نرى الطفلة. معاد، عندما نرى الطفلة نحن نقابلها ولكنها لا تقابلنا، يعني احنا رانا واقفين كيما هي. مفهوم؟ كي يشوف انا في الورقة انا مباشرة نعرف اليمين تاع الطفلة، لأني نفس الوضعية للطفلة، يعني هي واقفة للهنا وياسر واقف أيضا نحو الورقة. مفهوم؟ إذا أين يمينك؟ أين يمينك؟ جيد، تبقى كما عرفت أطري قلم أزرق. شكرا. الآن أين يمينك ياسر؟ ياسر؟ ها، جيد. إذا خذ القلم الأزرق ولون الأشياء على يمين الطفلة. فهمتوها؟ نعم. بسيطة جدا. نقف مثل الوضعية التي تقف فيها الطفلة. جيد. إذا ما هذه؟ ما هذه؟ جيد، هي في المنزل، هذه تاع الأطفال الصغار. فوق؟ نعم، أزرق، خلاص هذا الأزرق، هل نلون فقط هذا الشيء؟ ماذا ألونه أيضاً؟ جيد، يلا. بيت صغير. انتبه البقية بدون حركة، يلا شكراً. الآن لا نلون كلها لأننا نصحح. ضعوا الأقلام الآن، ضعوا الأقلام، ولا قلم في اليد. شكرا ياسر مكانك، ولا قلم في اليد. الآن من الإناء أميرة للصبورة. قفي مثل ما يقف الطفل، أحسنتي. أين يمينك؟ سادة، خليها وحدها باش تاكلي. باليمنى ولا اليمنى؟ جيد، هنا ارفع مليح اليمنى تاعك، هذه هي اليمنى تاعك، يعني عاودي ولي شويه للخلف، شوفي اليمنى تاع الطفل، شوفي يدك وراي محطوطه، شوفي يدك اين وضعت يدك. اذا هذه الاشياء الموجوده على على يمنى، على يمين الطفل، لونها باللون الازرق. جيد، اذا ماذا قلنا؟ قلنا الازرق له علاقة باليمين سواء مع الطفلة أو الطفل. بدون حركة نضع كل الأقلام. ننصحه خلاص، تصحيح الآن. ننتبه. جيد، لونتي الكرة ولونتي أيضا القارب، أحسنتي، شكرا. الآن ننتقل، خذ قلمك، أعطيني قلم أخضر. شكرا، يلا ننتبه. الآن ألون بالأخضر الأشياء على يسار الطفلة
وعلى يسار الطفل، يعني الأخضر ما له علاقة له علاقة ب باليسار. أحسنت، باليسار. بقي ما شو علاقة؟ الأخضر له علاقة باليسار. الأخضر له علاقة باليسار. الآن عبد المولى للسبورة بسرعة. الآن بسيطة، قف مثلما تقف الطفلة. جيد، أين يسارك؟ جيد، بما تلون؟ جيد، بما تلون؟ بما بأي لون؟ حركة يسارك، تحرك. جيد، إذا هذا بسيط. لو أصبنا في المرة الأولى لا نخطئ في المرة الثانية، ولكن لو أخطأنا في المرة الأولى سنخطئ في المرة الثانية، لأنه لم يبقى لدينا إلا اليسار. لو لونا الجهة بخطأ، يعني بطريقة خاطئة، سنلون الجهة الثانية بطريقة خاطئة. شكرا جزيلا، أحسنت. من الإناث الآن، من الإناث، من الإناث. يلا لينا، يلا لينا. يلا، جيد. ماذا قفي الآن؟ قفي مثل الطفل. ارفعي يدك اليسرى. ارفعي يدك اليسرى. جيد، إذا يبقى كما أنت هكذا لأنه خلفك. إذا دوري. تمام، لوني باللون الأخضر الآن. جيد، لوني قليلا، قليل قليل فقط، قليل فقط، تقي القطار. جيد، وبهذا عرفنا كيف نقف أمام الصورة، وكيف نأخذ وضعية الطفل ووضعية الطفلة في الصورة حتى نستطيع أن نلون بطريقة صائبة، يعني صحيح. أحسنت لينا، شكرا.